بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باسم السيد باشا مدينة العيون، وباسم السيد المشايخ على رأسهم الشيخ سيد الحاج سعيد ياسين شيخ الطريقة العلوية، وباسم السادة المقادم وباسم الأساتذة والحضور الكرام، أيها الإخوة، وعلى رأس هؤلاء الناس الحاج محمد مستعين مقدم الطريقة الصوفية العلوية من هذه الجهة، هو الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة وهذا الجمع وفي إحياء ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما سمعتم أيها الإخوة، اللجنة المنظمة لكل أستاذ محاضر له 15 دقيقة، ولعندنا الساعة مضبوطة أمامي، غادي نتكلم غير 10 دقائق، أتنازل 5 دقائق كما هو معروف عند في المحاضرات والندوات عند العلماء، 5 دقائق أعطيها حينما يعطي الكلمة الأستاذ سعي الشاق الذي يحضر معنا، وهو جاء من مدينة فاس عاصمة العلم والعلماء، وله 20 دقيقة سعي الشاق حينما يأخذ الكلمة. الآن راه عندي 8، راه 8 دقائق، حسبوا معايا 10 دقائق نختم. أزيد أستاذ. نعم. بدل هذاك الميكرو. قلت أيها الإخوة، هذه الذكرى الغالية ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما أهل علينا شهر ربيع الأول تذكر الناس هذه الذكرى الغالية ذكرى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة، سأتكلم عن بعض النقاط حتى أحترم الوقت الذي تكلمت عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقولون العلماء: الله قد زاد سيدنا محمدا تعظيما وحباه من لدنه فضلا عميما، فاختار له اسما شريفا فسماه محمدا أي كثير الحمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا عند العرب، واختار لأمه اسما شريفا سماها آمنة كناية عن الأمن والأمان، واختار لأبيه اسما شريفا سماه عبد الله خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية من تسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان مثل عبد مناف والعزة وهبل، واختار كذلك للقابلة التي قبلت في ولادته حضرت في ولادته اسما شريفا سماها الشفاء أو الشفاء، واختار للحاضنة التي ربت الرسول صلى الله عليه وسلم اسما شريفا وهي بركة أم أيمن، واختار لمرضعته اسما شريفا سماها حليمة السعدية حلم وسعادة، واختار له بلدا من أحب البلدان إلى الله وهي مكة المكرمة، واختار له شهرا عظيما وهو شهر ربيع الأول. يقولون العلماء: رسولنا الأكرم عظمه الله حتى في أسمائه، ولمن أرضعه ولمن احتضنه ولأبويه كان اسما شريفا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: علام الماوردي رحمه الله لم يشركه في ولادته أب ولا أخت لتفرده بهذا النسب الشريف من أبويه عبد الله وآمنة بنت وهب. وقال كذلك: الله عز وجل عظم نبيه في كل دقيقة من حياته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون العلماء: الله جل جلاله، الله عز وجل الذي خلق المخلوقات، أيها الإخوة، كيف عظم نبينا؟ ونقول الشباب ديالنا، نقول حتى المثقفين ديالنا: ما أحوجنا أن نقرأ هذه السيرة النبوية. احنا كتكون عند طلبات القرآن المدارس العمومية، طلبات العلم الشرعي، كان أيها الإخوة راهم يعرفوا والو في السيرة النبوية، كم هو محظونا من معرفة رسول الله، كم نعرف عن رسول الله، شحال حنا تقربنا على السيرة ديالو عرفنا. وتجد كثير الناس يتكلمون كلام كذا، وحينما تسأله عن كيف ولد، متى ولد، من أرضعه، من احتضنه، كيف عاش صبيا، كيف كذا، فتجد الإنسان قليل ما يجيبك جوابا علميا، يكون جواب فيه خلل أيها الإخوة. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام مطالب منه، والمغاربة كان له هذا الحب الكبير
كبير، وعلى رأس هذا الاحتفال الذي نحن بصدده، وكان عندنا قديما المغاربة يحتفلون ويحفظون السيرة النبوية، وكان عندنا في معروف في المغرب في تفيلات المرأة تحفظ مختصر خليل، معروف العلماء يحفظوا فيه، كانت تحفظ مختصر. لماذا؟ لأنه كان لهم اهتمام كبير عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة، فإذا أردنا أن نقرأ هذه السيرة مهما اختلفت الوظائف، مهما اختلفت المهن، إلا النموذج لكل إنسان مواطن أن يقرأ هذه السيرة، ومسلم بصفة عامة أن يقرأ هذه السيرة النبوية الشريفة، ولأن غدا يوم القيامة من سيضمر لنا الشفاعة، وإذن الشفاعة لم يعطى إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قلت عظمه، قال العلماء حتى على الأنبياء عظمه في كل شيء حتى في النداء. الله عز حينما نقرأ المصحف الشريف، الله عز وجل الأنبياء الذي ذكرهم في القرآن الكريم ذكرهم بأسمائهم المجردة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى يا عيسى. ولكن سبحان حينما يوجه النداء للسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي حرر المؤمنين على القتال، يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا، جاءت في مواطن كثيرة في المصحف الشريف بصيغة النبوة أو بالرسالة، وجاءت محمد ربعة في المصحف الشريف فقط ولكن فيهم الرسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وجاء مذكور على باسم أحمد مرة واحدة في المصحف على لسان عيسى بن مريم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. قال العلماء فضل الله عز وجل نبيه حتى في النداء، وكذلك الله عز وجل فضل نبيه في النسب الشريف. احنا لا بغينا نقراو حتى الحياة بتاع الأنبياء كما هو معروف عند أهل السيرة نجد لا نستطيع حلقات متصلة، لا يوجد هذا من ولادته إلى وفاته إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى في النسب. ولماذا؟ لأن الصحابة كانوا يحبون النبي حبا كبيرا، كانوا يتعلقوا بواحد من واحد تعلق كبير. وبعد ذلك علماؤنا ولله الحمد الذين ورثوا العلم جيل عن جيل كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبوا في شمائله، كتبوا في أخلاقه، كتبوا في سيرته، في حياته. علماء المغرب يقولون لولا عيار لما عرف المغرب، لولا الشفاء لما عرف عيار. هذا العلام الكبير عياض، قاضي عياض المعروف دفير مراكش، وهو من علماء. وكذلك أيها الإخوة عندنا ولله الحمد والمنة أن إذا أردنا أن نقرأ هذه السيرة فهي مسجلة في الثقات من 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 الأسانيد، سواء عند ابن كثير، سواء في إذا في سيرة ابن هشام وما إلى غير ذلك من كتب أخرى. أقول ما تبقى من الوقت أيها الإخوة أيها السادة جميعا، الرسول عليه الصلاة والسلام نسبه الشريف، وإمامنا مالك رحمه الله في الموطأ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نسبه الشريف له 20 جد اتفق عليه العلماء، وبعد هذا 20 قال إمام مالك كره أن يزيد النسابون فوق عدنان إلى إسماعيل من إلى على إسماعيل إلى آدم لعدم ثبوته. وكما هو معروف هو محمد، نقول الشباب حفظوا حفظوا محمد بصراحة نقول لكم، لأن وقت يروى ديال باش نقروا عند الله عز وجل بالعلم، بالعلم الشرعي نقروا السنة تاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتنافس فيها خير كبير. نعم
ولكن تجد الإنسان الشباب يتنافسون إذا أردت أن تسأله عن الفنانين عن المهرجين عن المغنيين يدرك السيرة الذاتية لهذا الإنسان، وإذا سألته عن الفاتحين أو عن العلماء الكبار أو عن الصحابة فما بالك عن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلا ينبغي لنا يغرب مطالبون وواجب علينا أن نقرأ هذه السيرة. ولله أنا فيما أعتقد المجالس العلمية كلها أرى المجالس العلمية أنها الآن ولله توضعوا برنامج في شهر ربيع الأول في المساجد في البوادي على رؤوس الجبال في الضواشر، جاء كأنها جامعات مفتوحة في أوجه من أراد أن يحضر مع الوعاظ والموجهون والمرشدون. على كل حال يقرؤون قراءة في كتاب قراءة السيرة النبوية كما هو معروف في المؤسسات العلمية عندنا في المغرب. والرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو النسب الشريف، قال هذا النسب حتى واحد ما يطمع يوصله، لا من جهة الأبي ولا من جهة الأم إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهد ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هنا قال إمام مالك كره أن يزيد النسبون على إسماعيل إلى آدم كما قلنا لعدم ثبوته. والرسول عليه الصلاة والسلام أختم بهذه أيها الإخوة فيما أعتقد قد تجاوز الله من عرف 8 دقائق وحسن معك أنا وياك نختم هذه الله يجزيك. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحوجنا أن نقرأ هذه السيرة قراءة العقلاء المتأمل، لماذا؟ لأن النبي أيها الإخوة كيف كان يتعامل مع المسلمين ومع غير المسلمين، كيف كان صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله على الإطلاق، هو أفضل البشرية، ولكن كيف صلى الله عليه وسلم علمنا الارتقاء في الأخلاق في المعاملة، علمنا صلى الله عليه وسلم أن لا نستهزئ بالآخرين، علمنا صلى الله عليه وسلم كيف أن نحترم الآخرين، علمنا صلى الله عليه وسلم أن لا نستفز بالآخرين في مشاعرهم، علمنا صلى الله عليه وسلم ومنع الصحابة من أن يسبوا أبا جهل. شوف أنا كنقولها الجالية المغربية مغاربة العالم في أوروبا كيف المعاملة أيها الإخوة، الرسول قدوة في المعاملة لأنه صلى الله عليه وسلم أبو جهل كما تعلمون جميعنا العدو الأول للإسلام، ولكن حينما جاء ابنه وهو عكرمة مهاجر من اليمن أشلق الصحابة قال يأتيكم عكرمة مهاجر لا تسبوا أباه فإن ذلك السباب يضر الحي ولا يصل إلى الميت صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان هو المعارضين الكبار ومع ذلك كان يتواضع وكان يتأدب، وكان حتى وصفه القرآن الكريم في قمة الرأفة والرحمة قال عز من قائل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أقول هذا وأستغفره سبحانه وتعالى. الأخ الكريم الحاج محمد بن سعيد نطلبه سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا اللقاء وأن يتقبل منه هذا الجمع. نطلب الله عز وجل للإخوة الذين لبوا الفداء من كل فج عميق في ربوع المملكة أن يتقبل منهم هذه الخطوات وأن يتقبل منهم هذا الحضور، وعلى رأسهم سيد الحاج سعيد أستاذنا ياسين نطلبه سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا السفر وهذا اللقاء المبارك. ولكن أيها الإخوة أختموا يحضروا معي هنا جو ضيوف ديالي هذو، ولكن في صلة كنا نتلاقوا صلة ديال العلم وديال كذا عالمين جليلين من جامع القرويين بفاس الأستاذ سيدي محمد عشاق والأستاذ سيدي محمد مطيع سيدي حسن مطيع، وهذين العالمين الجليلين يحضران معنا حينما عرضت عليهما فعلى كل حال لبوا النداء وجاءوا على كل حال واحد فرحة كبيرة. ولاش كان كلمة غادي تكون واحد منهم سي محمد عشاق، وأيها الإخوة حينما نتكلم عن العلم نتكلم عن جامع القرويين الناس العالم حينما يتكلمون عن المغرب يستحضرون جامع القرويين بفاس، لماذا؟ لأن جامع القرويين بفاس أيها الإخوة كانت هي لها علم عريق علم أصيل. نختم هذا القول فقط، أحد العلماء ديالنا في هولندا حضر يدير الدرجة واحد العالم الكويت، هذاك العالم اللي عنده تلاقاو على فكان يدير الدرس يسلسل الدرس العالم الكويت، جاء العالم من هو من قروي ومن فاس فقال له أنت من جامع القرويين والله لا أتكلم دقيقا
لأن أعلم أن جامع القرويين وما أدرك ما جامع القرويين فمفخرة للمغاربة وللعالم العربي والإسلامي. فمرحبا بكما بهذه الجهة جهة الشرق، وأنتم على كل حال هم جويران ديولنا. مرحبا بالجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.